قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني أن المخطط الذي كانت تنوي الشبكة الإرهابية التي اعتقلتها القوات الأمنية تنفيذه في أربيل تم وضعه في مخيم الهول في سوريا. وأكد البارزاني أن الاعترافات التي أدلى بها عناصر الشبكة عن مخططها لاستهداف مدينة أربيل تظهر أن داعش لا يزال قادرا على تخطي الحدود والتسلل عبرها بشكل غير قانوني، داعيا من وصفهم بالحلفاء والشركاء إلى التعامل بجدية مع مخاطر التهديدات على السلام والاستقرار في الإقليم وباقي المناطق.